انتبهوا عولادكم شو عم يحضروا ومين عم بيتابعوا. إذا ولادكم حدكم مش معناها هن بأمان. أنتوا عارفين شو في بالتليفون يلي بإيدهم ولوين ممكن يوديهم؟ بعد أيام من جريمة مصر المرعبة يلي انقتل فيها طفل على إيد طفل تاني، توقفت عصابة بلبنان تستدرج الأطفال لاغتصابهم وابتزازهم. والمشترك بين هالجريمتين هو الإنترنت، أو بالأحرى الإنترنت المظلم أو الدارك ويب يلي صار مصطلح رعبنا كلنا. تيك توك مش بس فيديوهات مسلية وترفيهية مثل ما نحن مفكرين، هي أيضا للأسف سوق سوداء مفتوحة للمجرمين والمتحرشين والمقامرين، وغالبا الأطفال والمراهقين هن الفئة الأكثر عرضة لاستغلال أصحاب الميول الغير سوية. وقدام هالواقع المخيف ضروري نسأل شو الدور الجديد اللي لازم يلعبوه الأهل والمدارس لحماية الأولاد؟ وهل الحكومات قادرة فعلاً أن توضع خطة لتحديد بيانات مستخدمي الإنترنت المظلم وأعدادهم؟ وهلأ رح تصيروا تراقبوا أكثر محتوى أطفالكم على تليفوناتهم وأجهزتهم؟ خبروني بالتعليقات شو رأيكم؟